إلى جانب هذه المهن والحرف التقليدية التي يمارسها السكان، فقد كان الكثير منهم يشتغل أو يمتهن حرفة استخراج وإنتاج وتجارة اللبان، حيث كان اللبان يتمتع بأهمية كبيرة في التبادل التجاري مع العديد من المراكز التجارية. لم تكن الصورة هكذا إيجابية ومشرقة في كل العصور، فقد مرت هذه المنطقة مثلها مثل باقي المحافظات والأقاليم بظروف بائسة ومأساوية، ربما بحكم قسوة عوامل الطبيعة وشحة الموارد وانتشار الأوبئة والأمراض وعوامل التخلف الاجتماعي والاقتصادي. لقد كتب الرحالة البريطاني ويلفريد تيسيجر واصفا الحياة في جنوب الجزيرة العربية في النصف الأول من القرن الحالي، وذلك في استهلال كتابه الرمال العربية، قائلا: في صحاري الجزيرة العربية لا يوجد نظام للفصول، فلا ارتفاع ولا هبوط في النسق، بل قفار خالية حيث تشير الحرارة المتغيرة وحدها إلى مرور السنين. إنها أرض قاسية وجافة لا تعرف شيئا عن اللطف والراحة، مع ذلك عاش فيها أناس منذ أقدم العصور. وكتب لوراس في كتابه أعمدة الحكمة السبعة: كانت أساليب حياة البدو قاسية حتى بالنسبة إلى الذين نشأوا فيها، وفظيعة بالنسبة إلى الغرباء، موت في حياة. كانت حياة البدو قاسية بالفعل،